تأمر بتطليق اعتماد خورشيد من زوجها وتزوجها بالإكراه. أسرار لا تعرفها عن صلاح نصر رئيس المخابرات. الأبرز هو اسم لا يزال يذكر حتى الآن لأنه كان شخصية مثيرة للجدل. فمن هو؟ هو رئيس المخابرات في عهد الرئيس عبد الناصر. وفي هذه التقرير نوضح أهم الأسرار في حياته. ولد صلاح نصر في 8 أكتوبر عام 1920 بميت غمر بيد قهلية، وانضم إلى الكلية الحربية عام 1936 على غير رغبة والده، وهناك التقى بعبد الحكيم عامر لتنشأ بينهما صداقة قوية. عرض عليه عبد الحكيم عامر الانضمام إلى تنظيم الضباط الأحرار فوافق على الفور ويصبح أحد أبرز أعضاء التنظيم، وكان قائد الكتيبة رقم 13، وكان له دور مهم في ثورة يوليو خاصة في ليلة 23 يوليو عام 1952، والتي كان بها أغلب أعضاء تنظيم الضباط الأحرار. وقام عبد الناصر بتعيينه عام 1957 رئيسا لجهاز المخابرات المصرية ليؤسس واحدا من أقوى الأجهزة المخابراتية في الشرق الأوسط، وظل رئيسا للجهاز لمدة 10 أعوام حيث تم عزله من منصبه عام 1967. ولقد شهدت فترة توليه رئاسة جهاز المخابرات المصري محاولات استقطاب وتجنيد لعدد من الفنانات لكي يصبحن بمثابة العيون على بعضهم البعض، خصوصا في السهرات الفنية الخاصة. تم وصفه بأبرز وأقوى رئيس لجهاز المخابرات المصري، وتم شهرته بأساليبه القاسية للغاية التي اتهم من خلالها بتشويه النظام الناصري. كما شهدت فترة توليه لرئاسة جهاز المخابرات عدة ممارسات لتعذيب وممارسات شاذة قام بارتكابها بحق المعتقلين السياسيين. تم تجسيد تلك الممارسات في عدة أفلام سينمائية في السبعينات، أبرزها الكرنك إحنا بتوع الأوتوبيس. قام بإجبار الفنانة المصرية اعتماد خورشيد على الزواج منه بعد إجبار زوجها على تطليقها لكي يتزوجها هو، وقامت زوجته بالإكراه بفضحه في مذكراتها التي حملت عنوان شاهدة على انحرافات صلاح نصر، والتي أصدرتها في نهاية الثمانينيات، حيث أشارت اعتماد إلى أنه قام بتهديد زوجها الأول بإدخاله مستشفى الأمراض العقلية في حال رفضه تطليقها، وأنه طلقها خوفا على حياته وعلى حياة أبنائه، بل وأجبر زوجها على أن يكون شاهدا في عقد قرانه عليها وتزوجها وهي حامل في ابنها أدهم من زوجها الأول. تم اعتقاله 3 مرات خلال فترة رئاسته لجهاز المخابرات. الأولى كانت عام 1962 بسبب انحيازه لعبد الحكيم عامر بعد استقالته من منصبه قبل أن يعود لمنصبه مرة أخرى، والثانية بسبب قضية الإخوان المسلمين وعاد كذلك بعدها لمنصبه، والمرة الثالثة كانت هي الأهم والأبرز، وكانت عام 1967. تم اعتقاله بأمر شخصي من جمال عبد الناصر ومحاكمته، وتم الحكم عليه لمدة 25 عاما في قضية مؤامرة عبد الحكيم عامر. كما تم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة الممارسات الشاذة وانحراف جهاز المخابرات خلال فترة رئاسته له، حتى أفرج عنه الرئيس أنور السادات في أكتوبر عام 1974 ضمن قائمة أخرى، وكان ذلك بمناسبة عيد النصر. كما أنه أصيب بجلطة دماغية عام 1967 وظل في صراع مرير مع المرض حتى توفي 5 مارس عام 1982. إلى هنا وصلنا إلى نهاية التقرير. فضلا وليس أمرا أتمنى الاشتراك في القناة وعمل لايك، والسلام عليكم ورحمة الله.